إذن التعادل الإيجابي يحسم موقعة الجزائر مع مصر في هذه المباراة الحماسية والمثيرة حتى اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة، حيث حسم التعادل الإيجابي مباراة القمة في كأس العرب في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة في هذه البطولة التي تقام في قطر. وفيما يتعلق بمجريات هذا اللقاء، كان المنتخب الجزائري قد سجل أولا في الدقيقة 19 عن طريق توغاي الذي افتتح تسجيل للجزائر بهدف من متابعة داخل منطقة الجزاء بعد كرة غيرت مسارها قدم أحمد فتوح. أيضا في الدقيقة 60 سجل أيضا المنتخب المصري هدف التعادل بعد أن عاد الحكم إلى تقنية الفار ليحتسب ركلة جزاء على منتخب الجزائر تسبب بها مسجل الهدف توغاي على عمرو السوليا، فانبرى لها الأخير ونفذها بنجاح من تحت ري سمبولحي. أيضا فيما يتعلق بهذه المباراة كانت لها حسبة خاصة، حيث أن الفريقان تعادلا في كل شيء في هذه البطولة أو في المجموعة الرابعة، حيث كان الجزائر قد فاز في المباراتين الأولتين وكان لديه 6 نقاط، وأيضا مصر كذلك، والأهداف كانت 6 لكل منتخب. وفيما يتعلق بالنقاط تحدثنا بأنهم كانوا 6-6، والتعادل أيضا في هذه المباراة أصبح لكل فريق 7 نقاط مقابل 7. أيضا فيما يتعلق بهذه الحسبة، كانت حسبة معقدة لفض هذه الشراكة بين مصر والجزائر وتنص لائحة البطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على أنه في حال تساوي المنتخبين في رصيد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة أيضا، فإنه يتم الاحتكام إلى قاعدة اللاعب النظيف من أجل حسم صدارة المجموعة. وأيضا كانت الإثارة في هذه القاعدة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وأيضا كانت الغلبة لمصر التي كانت لديها أقل عدد من الكروت الصفراء وأيضا الحمراء، حيث طرد لاعب من الجزائر في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. أيضا كان السيناريو الآخر في حال تساوي المنتخبين في عدد البطاقات الصفراء والحمراء يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفريق المتصدر، ولكن كان اللاعب النظيف وعدد البطاقات أو الإنذارات هو من حسم المتصدر في هذه المجموعة الرابعة، وسيواجه منتخب الجزائر المنتخب المغربي في قمة مباريات الدور الثامن من هذه البطولة. أما مصر فستواجه ثاني المجموعة الثالثة وهو المنتخب الأردني.